السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. أحزاب سياسية موريتانية تدير المحاولة الانقلابية في تركيا وتشيد بتمسك الشعب التركي بالمسار الديمقراطي للبلاد. الوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج تمثل موريتانيا في القمة 27 للاتحاد الإفريقي. تتويج نادي دار البركة ببطولة الناشئين بعد فوزه على نادي السهوة من مدينة كيفا في ضربات الترجيح. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت عدد من الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة في موريتانيا بيانات تندد فيها بمحاولة الانقلاب العسكري بتركيا، وحيت البيانات الشعب التركي على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد والوقوف في وجه من يحاولون النيل منه. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. ما إن وضعت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا أوزارها حتى تسابقت بيانات التنديد والتعبير عن الإعجاب بما أطلقت عليه مختلف الجهات نجاح الديمقراطية التركية، في إشارة إلى أن الشعب لم يعد يرضى بالاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين. وفي موريتانيا عبرت رسالة من الرئيس محمد عبد العزيز إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن الترحيب بفشل المحاولة الانقلابية التي وصفها البيان باليائسة، وحي الرئيس الشعب التركي على التمسك بنظامه ومكتسباته الديمقراطي. في حين عبرت الحكومة الموريتانية من خلال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن إدانتها لما سماه البيان أي نشاط يستهدف النيل من أمن واستقرار تركيا، مرحبة بعودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. وشدد بيان الخارجية الموريتانية على دعم الحكومة ووقوفها الدائم مع الحكومة والشعب التركيين. مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية عبرت عن تهنئتها مؤكدة أن إرادة الشعوب الحرة لن تنكسر بقهر الانقلابات. وأشار بيان المؤسسة إلى أن العبرة المستخلصة من فشل المحاولة في تركيا هي أن الشعوب باتت مستعدة لدفع فاتورة المواجهة بطرق سلمية في سبيل الحفاظ على إدارتها وأنظمتها الشرعية المنتخبة. من جهته وصف بيان لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ما حصل في تركيا بالمحاولة الانقلابية البائسة، معلنا رفضه المطلق لما وصفها بالجريمة البشعة في حق الشعب التركي ونظامه الديمقراطي، معبرا عن تضامنه الكامل مع الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيدا بما أطلق عليه عظمة الشعب التركي العريق وقيادته وما أظهره من تمسك بديمقراطيته وقدرته الهائلة في الدفاع عنها بكل الوسائل على حد تعبير البيان. على صعيد آخر، وصف المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية المعارض المحاولة الفاشلة في تركيا بالآثمة للاستيلاء على إرادة الشعب ومصادرة مؤسساته الجمهورية، ووجه دعوة إلى من سماهم العساكر في العالم الإسلامي والقارة الإفريقية إلى الابتعاد عن أسلوب الاستيلاء على السلطة بالعنف وقوة السلاح. وطالب المنتدى السلطات التركية بتغليب منطق دولة القانون في التعامل مع الانقلابيين. حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم عبر عن فخره واعتزازه بمتابعة ما سماه وقائع انتصار الشعب التركي على الانقلابيين والمتمردين، واصفا الحكم العسكري بالبغيض وبأنه عودة إلى عقود سيطرة منطق القوة العسكرية وليس قوة الشعب. واستنكر حزب التحالف الوطني الديمقراطي ما سماه المحاولة الفاشلة لمصادرة خيار الشعب التركي. أما الحزب الوطني للإنماء حواء فقد عبر عن ترحيبه بفشل تلك المحاولة. حزب الفضيلة المنضوي تحت لواء أحزاب الأغلبية وصف المحاولة الانقلابية في تركيا بالبائسة، وقال بيان للحزب إن المحاولة بائسة لمخالفتها لما أطبق عليه علماء أهل السنة من منع الخروج المسلح لما يترتب عليه من إزهاق للأرواح وتدمير للبلدان، وعبر عن اعتزازه بموقف الشعب التركي العظيم على حد تعبيره. هذا وقد باءت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا يوم الجمعة المنصرم بالفشل، حين تنادت القوى المدنية في البلاد إلى التصدي لها
ما أثار اهتمام المجتمع الدولي وألهم العديد من القوى السياسية والمدنية عبر العالم إلى التعبير عن احترامها وإعجابها بالديمقراطية والشعب التركيين عبر بيانات وتصريحات متزامنة. قال السفير الموريتاني السابق بلال الورزق إن التنوع الثقافي والعرقي والموقع الاستراتيجي يعتبران عاملي قوة تقوم على أساسهما الدبلوماسية الموريتانية. وأضاف الورزق خلال ندوة نظمها تجمع شباب الوحدة الوطنية بنواكشوط إن موريتانيا في موقع يسمح لها بلعب دور محوري على المستويين العربي والإفريقي. الدبلوماسية الموريتانية قوتها باني تعلي مسلتين، ذاك التنوع الثقافي والعرقي والموقع الجيوستراتيجي اللي فيه موريتانيا، معنى أن هذا محل فخر ونختار الشباب يفهمها ويشتغل عليه. وكيف قال دارك العميد بليل يعود مدة تعرف على أنها بيتها في الأمة العربية وبيتها في الأمة الإفريقية، وعن موقعها الجيوستراتيجي أنه محل فخر. واليوم فعلا عندنا هذه القمة العربية وموريتانيا تستضيف باللي كيف قلت لكم موقعنا يسمح لنا بذلك، يسمح لنا بنعود نرشدوا هن العرب واخواننا العرب، نرشدوا اخواننا الأفارقة، ودورنا فيهم دائما مهم بهذاك التنوع وبهذاك الموقع اللي نحن فيه، ما راح اني نختار مادة تعود فخورة بذلك. وطلب الورزق بالعمل على بناء مواطنة حقيقية من أجل ضمان مستقبل موريتانيا، داعيا الشباب إلى الإسهام في تغيير العقليات، مؤكدا أن التنوع الثقافي والعرقي يعتبران مصدر ثراء وفخر لموريتانيا. المواطنة لابدأ لهم تبتنا باش موريتانيا تمشي، يعود ذا كامل لأخر يمشي وتبقى المواطنة. من تبني مادة مواطنة حقيقية معناها عن موريتانيا بتنات. بكل مناسبة نشجعكم حتى على أن الشباب لابد لهم أن يشاركوا في الوطن، بيلي أنتم هو المستقبل، إحنا وتقاعدنا، لكن لا ينعدوا الوطن والدولة عدلناه معناها عنا اللي خالق، أنتم هو مستقبل موريتانيا. تغيير العقليات مهم، كيف قلت لكم العقليات قاع منين تبني مادة مواطنة حقيقية، معنى عن تغيير العقليات هم اللي خلق. ما يخص النسيج الاجتماعي نختاركم تعرفوا على التنوع الموريتاني والعرقي والثقافي عن ثراء، ما هو ضعف، ومهم تعودوا فخورين بذاك التنوع. أشادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة مبارك فال بالتطور الذي قالت إن موريتانيا عرفته في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. وقال بنت مبارك فال خلال افتتاح القمة 27 للاتحاد الإفريقي المنظمة بالعاصمة الرواندية كيغالي إن الحكومة الموريتانية عملت على توطيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة من خلال توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والتشغيل. نظمت في العاصمة نواكشوط ندوة تبحث العلاقات بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة، شارك فيها عدد من الساسة والدبلوماسيين والشعراء. فتحت على الرؤى مني العيون وأطبقت الهواجس والظنون، وسرت على هدى من وحي ربي فصار البعد في أقصاه دونا. على كتفي للدنيا حمام وزيتون نما فسما غصونا، وفي أدغال عاطفتي لغيري من الحب المقدس مستبينا. أنا كنف الأولى صنعوه مجدا وبثوا زينة الدنيا هنونا، فهم أخياف أمتهم وحتما ستبقى الأمة العظمى حنونا. طيور النورس البحري تأتي وقد شدت إلى حضني حنينا، تهاجر عفو خاطرها اشتياقا لتغسل في يدي الوجه الحزين. هنا استشرفت زهو غد صبوح على بصماته أقري السنين، وأقري من ضيوف القلب
من لا تكلفه المشقة أن يبينا. توج نادي دار البركة من العاصمة نواكشوط ببطولة الناشئين لأقل من 17 عاما بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره من مدينة كيفا في ضربات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة. هذا وقد مرت البطولة بمرحلتين، أولاهما على مستوى كل ولاية على حدة، والثانية على مستوى العاصمة نواكشوط، وشارك فيها 16 ناد. خصوص البطولة تعرفوا هي على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت دور منطقة الولايات أساسا بحيث عن الإدارة الفنية في الاتحاد الوطني لكرة القدم كلفت كل عصبة جهوية أن تنظم بطولة محلية وتفرز ذيك البطولة على كل الولاية بطل دور الناشئين، والأخير قررت الإدارة الفنية أنها تحيل تنظيم العصبة الوطنية لكرة القدم وهي 16 نادي مثلا مشاركة في هذه البطولة، ثمانية على منطقة نواكشوط وثمانية على منطقة الداخل أساسا تقانت والعصابة وغورغول وتير زمور وداخلة نواذيبو البراكنة وإنشيري وترارزة. وبطبيعة الحال دارت حول ما هي من نظام المجموعات قال بالنظام المقلوب، عنده نظام معدل على مستوى المقدمة وعلى مستوى مثلا كي نقولوا صراع تحسين الترتيب مثلا ما عند 11 إلى 16 وترتيب بعطلا ما عند 9 إلى 16. قال رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم على مستوى ولاية تقانت الشيخ والسيدي إن البطولة أوضحت الحاجة إلى اكتشاف المواهب، مؤكدا أن الولاية ستحضر للموسم القادم من أجل التتويج بالبطولة. بالنسبة كانت هذه البطولة كنا بحاجة لها به اللي نحن في مناطق بعيدة ومنسيين ما أننا معدين قاعة نافينا بالله، ولله الحمد لله على سلام مجموعة من الشباب عمرهم 16 سنة جبروا فرصة وشاركوا إن شاء الله، وكانت نتائج جيدة بالنسبة لهم هم تركز قار سنن، وكانت نتائج جيدة وإن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله لا ينحضروا أكثر بما أن البطولة عاد مستمرة مضمون إن شاء الله المشاركة فيها ده إن شاء الله نحضروا لها هي إن شاء الله إيكينز إن شاء الله بإذن تعالى على مستوى ولاية تقان إن شاء الله، ونطالبوا بالمزيد هذا جيد ونطالبوا بالمزيد أكثر. قال المتابع للشأن الرياضي الموريتاني المختار المواليد إن بطولة الناشئين لكرة القدم في نسختها الثانية مكنت من اكتشاف العديد من المواهب الناشئة من مختلف الولايات داعيا إلى مواصلتها سعيا إلى النهوض بكرة القدم الموريتانية. بطولة مهمة في حد ذاتها وبرهتنا على قدرة شبابنا على انهم يظهروا في مظهر لائق، مظهر كروي لائق، واكتشفت ان ملي على ان الولايات الداخل ان عندهم مستوى لا يستهان به، وهذا مما يجعل الاتحادية والقائمين على كرة القدم الوطنية انهم يلا يطرحوا البال للداخل، وهذا ودليل على ذلك على ان ثلث اندية للداخل تأهلت لربع الدوري الاربعة، وهذا مهم في حد ذاته. فم تباين للمستويات بين الانديه، فم انديه ظهرت بمستوى لائق كنادي دار البركه المتاهل اليوم للنهائي، نادي ايضا كيف السهوه هذا النادي اللي يعتبره الاعصاب انه مغمور لانه من ضواحي مدينه كيف، استطاع اللي هو انه يظهر مظهر مثلا لائق في هذه البطوله، وحقيقه بطوله جاءت في وقتها، جاءت لكي تبرهن على الاشبال كما قلت لك يمكن ان يظهروا مظهر لائق في كرة القدم. أطلقت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مخيمها 17 المنظم في نواكشوط بمشاركة العشرات من منتسباتها، وتقول الجمعية إنها تسعى من خلال المخيم إلى تكوين المشاركات فيه على إدارة الوقت وتوظيفه فيما يسهم في الرفع من خبراتهن ومعارفهن. إنما الوقت هو الحياة، وفي هذا الإطار يأتي هذا المخيم الصيفي ضمن الأهداف الثقافية الكبرى لجمعية الفتاة الرامية لاغتنام العطل الصيفية وملء الفراغ فيها بما يزيد من مهارات الفتاة وخبراتها تنمية لمواهبها وزيادة لرصيدها العلمي وتعويدا لها على ضرورة اغتنام أوقاتها فيما يفيد امتثالا للسنن النبوي الرشيد ثم خدمة للوطن، ذلك أن أجيالا تربت على تقديس الوقت واغتنامه حري بها أن تفلح في حاضرها
وتنجح في مستقبلها، ويؤمل لها ولأوطانها الخير. أيها السادة الأفاضل، إنني إذ أعلن على بركة الله باسم الجمعية انطلاق مخيمنا الصيفي 17، لا أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير والامتنان لكل من ساهم في تنظيم مخيمنا هذا. وتضمن افتتاح المخيم محاور مختلفة، من بينها تقديم درس يحث على استغلال الوقت والحرص على الاستفادة منه خلال أيام المخيم الأربعة. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأعظم ما نستغل فيه الأوقات هي هذه المخيمات، أيام محدودة فيها برنامج تربوي مركز. هناك بعض النصائح المهمة لكي نستفيد إن شاء الله، ولكي هذا المخيم بإذن الله يؤتي ثماره ويؤتي أكله. الأمر الأول الحرص على الاستفادة. يجب أختي الكريمة المنتسبة لهذه المخيم أن تستشعري أهمية الوقت، أنك هذه الأيام أنت في دورات ومحاضرات ونصائح مهمة تستفيدين منها كثيرا، فركزي فيها. يكون هدف الإنسان في هذه الأيام الاستفادة واستغلال الوقت، ما نضيع الوقت في المراد والأشياء الجانبية، الحوارات الجانبية، نعود هدفي الاستفادة. الأمر الثاني سبحان الله أهمية التربية الروحية. التربية قضية مهمة. الإنسان أحيانا يسمع محاضرة يتأثر بها، ويسمع درس يتأثر به، يقال المخيم عنده خاصية مختلفة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. أحزاب سياسية موريتانية تدين المحاولة الانقلابية في تركيا، وتشيد بتمسك الشعب التركي بالمسار الديمقراطي للبلاد. الوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج تمثل موريتانيا في القمة 27 للاتحاد الإفريقي. تتويج نادي دار البركة ببطولة الناشئين بعد فوزه على نادي السهوة من مدينة كيفا في ضربات الترشيح. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله وطيب المنى.